زوجة نجم كبير ورغم كده بعيدة عن الأضواء، ليها شغلها الخاص في حياتها، وهي بنت عيلة شهيرة، والدها كان رجل أعمال وعضو مجلس نواب. شافها النجم من أول مقابلة قال هي دي، إيه اللي عجبه فيها وهو كل الستات بتجري وراه. هنقول في اللي جاي، ولكن عمره ما ندم على القرار، بالعكس اختارها تكون الست اللي يقضي حياته معاها، هو كريم عبد العزيز وهي زوجته هايدي سرور. مش سهل إنك تكوني زوجة نجم وجان زي كريم عبد العزيز، خصوصا إنه مشهور وليه معجبات كتير ومن عيلة فنية، ولكن هايدي سرور قدرت تخلي كريم عبد العزيز يعمل الحاجة اللي ما كانش ممكن يوافق عليها في حياته، إن هو يتجوز عن طريق ترشيح عائلي. كريم عبد العزيز وهايدي سرور متجوزين من 18 سنة ما شاء الله، وتحديدا في 2005، ده بعد كام سنة من انفصاله عن زوجته الأولى الصحفية سماح غنيم، ودي كانت علاقة ما استمرتش شهور وانتهت بدون إنجاب. إزاي كريم قابل هايدي وهي مين؟ والدها كان صديق لوالد كريم عبد العزيز، وكان في علاقة أسرية، فتقال له كده ما تشوف هايدي، وطبعا هو شخص صعب جدا إنه يتجوز بالطريقة دي وبترشيح عائلي، ولكنه أول مرة شافها اتخطف وحس إن هي دي اللي بيدور عليها. بيقول إن هي كان وقتها عندها 20 سنة، ولما شافها أول حاجة خطفته ليها، عكس ما ناس كتير ممكن تتوقع، مش جمالها ولكن شخصيتها وأسلوبها في الكلام واستيعابها. بيقول أنا كنت حاسس إني مش قدام بنت عندها 20 سنة. كريم بيشكرها على اللي قدرت تحققه له في حياته، طبعا ولاده الاثنين ملك وعلي، ولكن كمان على الاستقرار اللي وفرته له وإن هي بنت أصول، لأنه كان عنده شرط إن والدته تعيش معاه، وهي وافقت على ده وما اعترضتش خالص. كريم عبد العزيز أكبر من هايدي سرور بعشر سنين وكام شهر، يعني هي مواليد 1985 تقريبا، وده لأن المعلومات عنها مش متوفرة قوي، لأن هو ما بيحبش يظهر أسرته وما بيعرضهمش للأضواء. هي ليها كارير خاص بيها لأنها شريكة في براند متخصص في ملابس الأطفال، وده بدأته قبل كام سنة وما زال مستمر، وعندهم طموح إن هم يتوسعوا في النشاط بتاعهم، وبتعرف نفسها بأنها مصممة ملابس أطفال، بس مش لبس خروج يعني، إنما اللبس المريح بتاع البيت. غيورة ولكن مش قوي، يعني بتحسس كريم عبد العزيز باهتمامها بيه، ولكن مش للدرجة اللي تخنقه أو تبوظ له حياته، لأن هو ما يقدرش يعيش مع ست برضه مش بتغير عليه، وكمان ما يقدرش يعيش مع واحدة غيورة تبوظ حياته. ظهورها معاه في المناسبات العامة مش كتير، وده جزء منه لأن كريم نفسه بيبعدها عن الأضواء، وكمان لأنها بتتكسف شويتين من الكاميرات والحاجات دي، ولكن هي مؤخراً بقت تظهر معاه في كم مناسبة عامة، زي مثلاً حفلات الأفلام الجديدة وبعض المهرجانات.